مشاهدي قناة شوف تي في، أهلا بكم في الموجز الرياضي لهذا اليوم. أصدرت اللجنة المركزية للتأديب والروحية الرياضية التابعة للجامعة الملكية المغربية لكرة القدم عدة عقوبات شملت توقيف عدد من اللاعبين. وقررت اللجنة في اجتماعها أمس الأربعاء الذي خصصته لدراسة الملفات المحالة عليها توقيف اللاعب زكريا الهاشمي لاعب فريق الرجاء البيضاوي لكرة القدم لمباراة واحدة بسبب تعرضه للطرد في مباراة الديربي أمام فريق الوداد البيضاوي. بعد المدافع غاني أوال والكونغولي مابيدي، رحل اللاعب بابا توندي لاعب فريق الرجاء البيضاوي لكرة القدم إلى نيجيريا مسقط رأسه بترخيص من المدرب رشيد الطوسي، إذ استغل توقيف منافسات البطولة الاحترافية للسفر إلى نيجيريا للإطمئنان على والدته التي تعاني من وضع صحي مقلق. دائما مع أخبار البطولة الوطنية، قال محمد الناصري الناطق الرسمي للفريق الأخضر أن الغيابات الوازنة الوحيدة للمجموعة الرجوية تنحصر فقط في كل من اللاعب لما مابيدي محمد أوال، إضافة إلى اللاعب بابا توندي الذي رحل إلى نيجيريا كما سبق وذكرنا من أجل الإطمئنان على صحة والدته. وأفاد الناصري في تصريح خاص لشوف سبور أن اللاعبين يخوضون حصصهم التدريبية بشكل عادي، نفيا أن تكون المستحقات المادية سببا في غيابهم أو مقاطعة التدريب صباح يوم الخميس. قال سعيد النصيري رئيس الوداد الرياضي لكرة القدم أن إدارة فريقه وكل مكوناته تهتم حاليا بمباريات البطولة الوطنية الاحترافية خاصة القمة أمام فريق الفتح الرباطي، نافيا في سياق ذاته أن يكون فريق الوداد يشتغل على التعاقد مع لاعبين جدد خلال الفترة الانتقالات الصيفية المقبلة. وفي إجابته على سؤال حول قرب التعاقد مع الكاميروني صامويل إيتو، أكد النصيري في تصريح خاص لشوف سبور أن الفريق الوداد لم يفوض أي لاعب خلال الفترة الحالية، مذكرا أن فريقه يهتم بمباريات البطولة الاحترافية التي تعد أبرز الأهداف في الموسم الكروي الجاري. دخلت عدة أندية فرنسية سباقا محموما للاستفادة من خدمات مراد باتنا مهاجم فريق الفتح الرباطي، وحسب موقع فوت ميركاتو الذي عرض فيديو لأبرز أهداف اللاعب المغربي، فإن عيون عدة أندية بالدوري الفرنسي الأول تراقبه منذ مدة طويلة، معبرة عن إعجابها بمؤهلاته ورغبتها في انضمامه لصفوفها ابتداء من الموسم المقبل. مشاهدينا، بهذا الخبر وصلنا لنهاية الموجز، نشكركم على المتابعة وإلى اللقاء.